قالت مصادر أمنية عراقية إن آلاف المحتجين يغلقون كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر العراقي الرئيسي في مدينة البصرة اليوم، فيما تطلق الأجهزة الأمنية عليهم الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابات عديدة. إلى ذلك تدرس الحكومة العراقية إجراءات جديدة لإنجاح خطة تطبيق حظر التجوال الليلي على بغداد ومحافظات جنوبية أخرى معها. فالقرار الذي مر عليه 5 أيام فشلت قوات الأمن العراقية في تطبيقه مع استمرار تدفق المتظاهرين. احنا مطالبنا حالنا حال مساحة التحرير، تنسحب المتظاهرين مساحة التحرير، تنسحب اهالي قصر وينفتح الميناء. اليوم اجت قوات البارحة ساعة 5:00 جت قوات يقولونهم من الشغب ما ادري الاحزاب ما نعرف، طبوا هنا طبوا ثلاثة، صارت تصادم ويا جماعة اهل قصر، عندنا 2 حالة.